نجم حرس الحدود، واحد من اهم اللاعبين الموجودين في الدوري الممتاز هذا الموسم، كابتن مصطفى زيكو لاعب فريق حرس الحدود. يا كابتن مشرف ومنور، بهنيك النهارده على الفوز وهدفك في مرمى غزل المحله. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن، الله يبارك فيك يا رب. تسلم حبيبي. الفوز النهارده كان حرس الحدود محتاجه، كنت لسه بتكلم مع الكابتن احمد ايوب، مباريات كثيره لعبتوها بشكل رائع جدا والتوفيق ما كانش معاكم، بس النهارده التوفيق كان مع الفريق. اه طبعا الفرقه مركزه، حضرتك عارف ان احنا ماتش الاهلي كان ماتش مؤجل، فكان عندنا وقت كبير ان احنا نقدر نشتغل على فريق المحله بشكل كويس، والحمد لله كابتن احمد والجهاز الفني قدر يحفظنا كويس ودرسنا المحله، عرفنا خطورتها ونقط الضعف بتاعتها، والحمد لله اشتغلنا على ده وقفلنا عليهم، والحمد لله قدرنا نطلع بالماتش. كان ماتش مهم بالنسبه لنا عشان يطلعنا من الحته اللي احنا فيها ونقدر نرجع نادي الحرس لمكانته الطبيعيه، والحمد لله ان احنا قدرنا نشتغل وقدرنا ننفذ اللي الكابتن احمد قال لنا عليه، والحمد لله قدرنا نكسب وطلعنا بالماتش الحمد لله. نصف اهداف حرس الحدود الموسم ده انت مشارك فيها، سواء بالتسجيل او بالصناعه، الارقام الفرديه دي بتمثل لك ايه؟ هو مش زيكو بس اللي بيجيب الاهداف، هو اللي جاب نص الاجوان، هو زيكو طالما جاب يبقى اللعيبه كلها هي اللي جابت، عشان اللعيبه هي مسانده زيكو بشكل كبير جدا، وزمايلي هم اللي بيساعدوني على دوت، واكيد هم لو مش بيساعدوني على ده انا مش هوصل لحاجه زي كده. فالحمد لله ان احنا مركزين بشكل كويس الفتره الجايه، وان شاء الله نقدر نخلي النادي في مكانه طبيعيه، مكانته الطبيعيه. انا بشكر زمايلي بيساعدوني بشكل كبير جدا، عندهم ثقه فيا كبيره جدا، وبيريحوني في الملعب وشغالين، يعني هم بالنسبه لهم عندهم دي كل هم يقدروا يساعدوا على قد ما يقدروا عشان يوصلوا لابعد مكانه، فانا بشكرهم من خلالك، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه السنه دي للنادي ولنفسنا ان شاء الله. طيب زيكو، استدعائك لمنتخب مصر فرق معاك معنويا وفي قصه الثقه بالنفس والاداء، عشان كمان انت كان ادائك هايل قبل الانضمام لمنتخب مصر، بقى افضل كمان بعد الانضمام لمنتخب مصر. طبعا المنتخب، انضمام المنتخب اداني ثقه كبيره، خلاني مركز اكتر من ان انا كنت مركز الاول، يعني الاول عادي انا مركز ان انا اقدر اعمل ماتشات كويسه واطلع ان انا ابقى كويس في الماتش وخلاص، انما لما رحت المنتخب الوضع اختلف، بقيت افكر تفكير مختلف ان انا ازاي اقدر اجيب جوان، ازاي ان انا اقدر اشتغل، ان كان ناقصني حته ان انا ما بجيبش جوان وان انا بضيع كور كتير في اول ثلاث اربع ماتشات، قعدت حوالي سبع ماتشات ما بجيبش ولا جون. فانا قدرت اشتغلت ده كويس جدا مع الكابتن علاء والكابتن ميكي والكابتن عاصم، دايما بيشغلوني بعد كل تمرين بشتغل من لوحدي دايما، والحمد لله قدرت ان انا اوصل لموضوع ان انا ابقى في الفينيش كويس، والحمد لله ده اشتغلت عليه ووصلت له كويس جدا، والحمد لله انا مركز ان ما اكونش اول ولا اخر مره ان انا اكون موجود في منتخب مصر، وان شاء الله الفتره الجايه هكون دايما متواجد بشكل مستمر. كنت بتكلم مع كابتن احمد ايوب حالا دلوقتي وقلت له صفقه من صفقات يناير لحرس الحدود هي الابقاء على مصطفى زيكو في الفريق، وهو قال لي انه مصطفى زيكو تقبل فكره ان الفريق محتاجه، وقلنا له ان احنا ممكن نتكلم في هذا الامر بنهايه الموسم ومش هتمشي في الفتره الحاليه. انت تفهمت هذا الامر انك ما تتحركش في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه في يناير وتكمل مع حرس الحدود لنهايه الموسم؟ اه طبعا، هو انا جالي عروض في شهر واحد، جالي اكتر من عرض، الكابتن احمد قعد معايا اول عميد علاء الاول وقالوا لي يا زيكو احنا محتاجينك ومحتاجين ان تكون موجود في الفرقه، قلت تحت امرك يا كابتن وان شاء الله اهم حاجه النادي. قال لي يعني قال لي ان انت ركز معانا وان شاء الله تقدر تمشي اخر السنه مش هناخد قدامك، قلت له تحت امرك يا كابتن وانا ما فيش مشكله، وكلمت مع رئيس النادي والناس يعني محترمين والناس اتكلموا معايا بشكل ايجابي، وانا تقبلت فهمت الموضوع يعني، وان شاء الله نقدر نقعد النادي بشكل كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ونخلي الحرس في مكانته الطبيعيه. نادي الحرس نادي كبير ونادي صاحب بطولات وله اسمه، وان شاء الله نقدر نوصل لمكانه كويسه السنه دي ان شاء الله. الكابتن مصطفى زيكو لاعب فريق حرس الحدود، انا بشكرك شكرا جزيلا.